لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول أحكام الأسرة من كتاب الطلاق، ودرس اليوم عنوانه حكم الطلاق المعلق. حكم الطلاق المعلق، نتناول في هذا الدرس أنواع الطلاق من حيث تعلقها بالزمن والأحوال مختصرة، ثم نتكلم بالتفصيل عن حكم الطلاق المعلق. حكم الطلاق المعلق، والحقيقة أن الطلاق المعلق خصوصا يكاد يكون مما عمت به البلوى، يعني يكاد يكون مما عمت به البلوى. كثر في الناس هذا النوع من يعني الطلاق، وهو أن يحلف ويقول مثلا إن خرجت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن يعني دخلت أو خرجت أو كذا فأنت طالق مثلا، أو علي الطلاق لا تفعلين كذا ونحو ذلك. فهذا النوع كثر جدا في الناس، ويعني يكاد يكون مما يعني عمت به البلوى كما يقولون. لكن قبل أن نتكلم عن الطلاق المعلق، لابد أن نبين أنواع الطلاق من حيث الزمن والحال. فأنواع الطلاق من حيث ذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طلاق منجز، وطلاق مضاف، وطلاق معلق. طلاق منجز، طلاق مضاف، وطلاق معلق. والطلاق المعلق هو موضوع حديثنا اليوم أكثر، لكن ما هو الطلاق المنجز وما هو الطلاق المضاف في إيجاز؟ الطلاق المنجز هو الطلاق الخالي في صيغته عن التعليق على شرط أو الإضافة إلى زمن مستقبل، بل يقصد به أو يقصد به المطلق وقوع الطلاق في الحال. ينجز يعني فوري، كقوله أنت طالق، هذا طلاق منجز فوري. حكم هذا الطلاق، ينعقد هذا الطلاق سببا للفرقة باتفاق العلماء. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، هذا طلاق منجز ينعقد باتفاق العلماء، ويعقبه أثره بدون تراخٍ ما دام مستوفيا لشروطه كما تقدمت الشروط قبل ذلك. فإذا قال لها أنت طالق، طلقت للحال باتفاق العلماء، وبدأت عدتها، وبدأت عدتها إن كانت من ذوات العدة. طيب، النوع الثاني الذي أشرنا إليه هو الطلاق المضاف. الطلاق المضاف يعني المضاف إلى مستقبل، إلى مستقبل زمن مستقبل أو شيء يأتي في المستقبل، وهو الذي قرنت صيغته بوقت، ويقصد المطلق بذلك وقوع الطلاق عند حلول ذلك الوقت، كقوله أنت طالق إذا جاء أول الشهر، أو أنت طالق إذا طلع النهار مثلا. فهذا يسمى يعني أو يقولون له الطلاق المضاف إلى زمن مستقبل، يعني قرنوا أو أضاف إليه في لفظ الطلاق شرط أو تعليق، وهو أنه جعله على زمن مستقبل، على زمن مستقبل. ما حكم هذا الطلاق؟ وهو كما ضربنا المثال كأن يقول لها أنت طالق إذا جاء أول الشهر، أو أنت طالق إذا طلع النهار مثلا. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، أذكرها إجمالا وأذكر الراجح منها. القول الأول، قالوا لا يقع
في الحال ولا عند حلول الأجل، يعني لا يقع الطلاق لا دلوقتي ولا عند حلول الأجل، يعني اللي هو قال عليه يعني أنت طالق إذا جاء أول الشهر مثلا. الفريق الثاني قالوا يقع الطلاق في الحال منجزا، قالوا أنه شأنه أو حكم الطلاق المنجز اللي سبق، قال لو قال لها أنت طالق إذا جاء أول الشهر يقع الطلاق فورا. والفريق الأول احنا نسينا نذكر من أصحابه، هو ابن حزم الأولاني اللي قال ما يقعش خالص، ده ابن حزم رحمه الله. والفريق الثاني أبو حنيفة والليث ومالك. الفريق الثالث قالوا ينعقد الطلاق في الحال لكن لا يقع إلا عند حلول الأجل المضاف. ونلاحظ أن الفريق الثاني والثالث هم واحد، اللي هم بيشكلوا في النهاية الجمهور، بيشكلوا الجمهور، جمهور العلماء الذين هم أو في خلافهم أو يخالفهم ابن حزم. فهنا نلاحظ أن جمهور العلماء يوقعون هذا الطلاق إذا قال لها أنت طالق إذا جاء أول الشهر، واختلفوا في شيء يسير، جزء منهم قال يقع في ساعتها على طول منجز فورا، وجزء آخر قال لا هينعقد بس لما يجي أول الشهر يقع الطلاق. وده الأرجح، الجزء الأولاني دول كلامهم هو الأرجح، اللي هو أبو عبيد وإسحاق والشافعي وأحمد وداود الظاهري، وداود الظاهري. فلذلك هذا هو الأرجح في هذه المسألة، إن قال لها أنت طالق إذا جاء أول الشهر، أنت طالق لما الامتحانات تخلص، أنت طالق لما مش عارف مثلا يعني الوقت الفلاني يجي ونحو ذلك، علقوا على شيء مستقبلي، فهذا الطلاق يقع بقول جماهير أهل العلم مع اختلافهم بأنه يقع منجز ولا يقع لما يحصل الأجل، يجي الأجل. طب إيه الفرق بين القولين دول؟ الفرق إنها لو ماتت مثلا، لو ماتت قبل حلول الأجل فلا تصير طالقا فيرثوها ونحو ذلك، والعكس لو مات الزوج قبل حلول الأجل فهي زوجة ترث وكذا ونحو ذلك، ويترتب عليه الأحكام التي تترتب على هذا الحال. طيب النوع الثالث بقى وهو موضوع حديثنا اليوم، اللي هو الطلاق المعلق على شرط، الطلاق المعلق على شرط، وهو أن يعلق الزوج طلاق الزوجة على حصول أمر، سواء كان هذا الأمر، لاحظوا كده بقى، سواء كان هذا الأمر فعل المطلق أو فعل المطلقة أو لم يكن من فعل أحد. يعني لو زوج علق الطلاق هيعلقه على حاجة من ثلاثة، يا هيعلقه على فعل الزوجة، يا هيعلقه على فعله هو، يا هيعلقه على فعل غيرهم هما الاثنين. مثال لكل واحد، مثال فعل الزوجة كأن يقول لها أنت طالق إذا خرجت من البيت، يبقى ده فعلها هي. فعله هو أنت طالق إن أنا خرجت من البيت، يبقى ده فعله هو. فعل الغير أنت طالق لو جاء فلان أو لو دخل بيتنا فلان أو فلانة، فهذه صور ثلاثة. طيب ما حكم هذا النوع من الطلاق الذي علقه على شرط، الذي علقه على شرط؟ هذا الطلاق الذي علقه على شرط له حال من حالين، أو هو يكون على حالين، يكون على حالين. الحال الأول أن يقصد بذلك إيقاع الطلاق حقيقة إذا حصل الشرط الذي علق عليه، إن الزوج يكون قاصد إيقاع الطلاق إذا وقع الشرط، هو قاصد ذلك، إذا خرجت من البيت، إذا هو خرج من البيت، إذا فلان أو فلانة دخل البيت عندهم، على الثلاث أمثلة اللي ضربناها. فلو هو قاصد الطلاق وإيقاع الطلاق في كل الأحوال، فباتفاق
بقول جماهير أهل العلم يقع الطلاق. بقول جماهير أهل العلم يقع الطلاق. احنا نقول الجمهور ليه؟ لأنه ابن حزم خالف في ذلك. ويتقدم الكلام عن هذا، وإن ابن حزم بيشترط في الطلاق أن لازم يكون بالصيغ الواردة في القرآن فقط، أما المعلق وغيره فكل ده عنده لا يقع به طلاق، وده غير صحيح كما تقدم. وعليه فالجمهور على أنه إن قصد الطلاق في أي درجة من الدرجات الثلاثة، إنه بفعلها أو بفعله هو أو بفعل غيرهم، هيقع الطلاق. هذا باتفاق جماهير أهل العلم أنه يقع الطلاق، وهذا لا إشكال في وقوعه عند جماهير أهل العلم كما ذكرنا، وقد خالف ابن حزم في ذلك. والأول طبعا هو أظهر، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق، ولم نعلم فيه خلافا قديما، لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق، هو قول الإمامية، مع أن ابن حزم ذكر في كتاب الإجماع، كتابه هو يعني، إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق، وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين، اللي هتيجي بعد كده معانا بقى. يبقى إذن أول صورة، الزوج لو علق الطلاق على شرط، سواء متعلق بالزوجة أو متعلق بفعله هو أو متعلق بفعل الغير، لكن قصد الطلاق في كل الأحوال، إن وقع الشرط بأي درجة من الدرجات الثلاثة هيقع الطلاق عنده في نيته، هذا باتفاق أهل العلم، هذا باتفاق الجماهير يقع به الطلاق، هذا باتفاق الجماهير خلافا لابن حزم، أو خالف في ذلك ابن حزم، يقع الطلاق هو الصحيح. بل كما قال ابن تيمية، وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق، هو باعتبار أن ابن حزم هو نفسه ناقد نفسه في كتاب الإجماع وقال بأنه يقع هذا الطلاق، نعم، وده الصحيح. طيب الصورة الثانية بقى للطلاق المعلق، أن يقصد به الزوج، أي هذا الشرط يعني الذي علقه، أن يقصد به الزوج حمل الزوجة، أي حضها يعني، على الفعل أو الترك، إن يقصد بالشرط اللي شرطه إن يحمل الزوجة هذه على الفعل أو الترك، ولم يكن في نيته الطلاق حقيقة عند وقوع الشرط، يعني مش في نيته إنه حتى لو وقع الشرط إنه هيطلق، لا، ده هو عايز يخليها تفعل شيء أو تمتنع عن فعل شيء، بل إنه يكره طلاقها، بل إنه يكره طلاقها إذا فعلت ما علق طلاقها عليه، إذا فعلت ما علق طلاقها عليه. طيب الصورة دي بقى تاني نقولها تاني، اللي هو الزوج علق الطلاق على شرط، هذا الشرط الذي علق عليه الطلاق أن يكون فيه حظ بالمنع أو الترك يعني من الزوجة، إنه عايزها تفعل شيء أو تترك شيء، وهو يكره طلاقها مش عايز يطلقها، لكن هو بيضغط عليها كده، بيهددها بالطريقة دي عشان يمنعها إنها تفعل هذا الشيء، وهو لا يريد الطلاق. هذه الصورة اختلف العلماء فيها على قولين، اختلف العلماء فيها على قولين، ولو قلنا العلماء يبقى هنا من جمهور برضه، وهنخرج ابن حزم في من الموضوع، نعم. فاختلفوا على قولين. القول الأول وهو مذهب الجمهور، قالوا أنه يقع عند حصول الشرط. الجمهور قالوا هيقع عند حصول الشرط، يهدد مش بيهدد، قصد المنع، قصد الحد، قصد كذا، قالوا يقع الطلاق إذا كان حتى لا يقصد به الطلاق، وإنما يقصد حتى التهديد والتخويف وكذا ونحو، قالوا الطلاق يقع. وهذا قال به الأئمة الأربعة، قال به الأئمة الأربعة، وحجتهم في ذلك أدلة، وإن كان هذه الأدلة في الحقيقة في جملتها
يعني مردود عليها، مردود عليها. أول دليل ما ذكره البخاري تعليقا عن نافع قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، يعني قال لها تبقى طالق التالتة، يعني كانت هي عنده، إن خرجت. فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. هذا الخبر ده من أقوى الأدلة اللي بيحتاج بها الجمهور، إن ابن عمر قال على الراجل اللي كانت الطلقة التالتة، قال لزوجته لو خرجتي تبقي مبتوتة. فقال: إن خرجت، أي ابن عمر، فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء، ما فيش حاجة فيه. قال السبكي رحمه الله: فأوقع ابن عمر الطلاق على الحالف به عند الحنث في يمينه، ولا يعرف أحد من الصحابة خالف ابن عمر في هذه الفتوى ولا أنكرها عليه. وهنا في نظر، هو بيقول السبكي إنه ولا يعرف أحد من الصحابة خالف ابن عمر، لا، ده هيجي معانا كتير من الصحابة خالفوا وقالوا بغير هذا القول. نعم. اثنين، ما يروى عن عروة بن الزبير قال، وده ابتداء قبل ما نقوله الخبر ده ضعيف جدا جدا. نعم. ما يروى عن عروة بن الزبير قال: ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. عروة بن الزبير بيحكي عن أبيه وأمه، بيقول ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر لأمه، فصاحت بعبد الله بن الزبير، صاحت بعبد الله بن الزبير يعني الحقني عبد الله ابنها، يعني عبد الله بن الزبير. فلما رآه، يعني الزبير لما أجي، قال: أمك طالق إن دخلت، لو دخلت عشان تحوش أمك طالق. فقال له عبد الله: أتجعل أمي عرضة ليمينك؟ فاقتحم عليه فخلصها فبانت منه، خلصها من إيد الزبير يعني، فبانت منه. قال: ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير. الشاهد من الخبر ماذا؟ فبانت منه، فبانت منه. لكن هذا الخبر إسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. نعم. فلا يحتج به، فلا يحتج به. ثلاثة، أيضا هو خبر ضعيف أيضا، ما جاء عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله. قال، يعني واحد بيقول له، واحد قال لزوجته إن فعلت كذا وكذا تبقى طالق، ففعلته يعني. قال: هي واحدة، يعني طلقة، وهي أحق بها. هذا الخبر أيضا ضعيف وإسناده منقطع، رأى الإمام البيهقي، ومنقطع بين إبراهيم وابن مسعود. أربعة، أيضا خبر آخر ضعيف، قالوا: ما جاء عن طريق الحسن أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا، فأخذها أهل امرأته، أراد أن يسافر معها، يعني تسافر معاه، أهل امرأته خدوها منه، فجعلها طالقا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر. قال لها: لو ما بعتكيش نفقة في خلال الشهر تبقى أنت طالق. فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء، فلما قدم خاصموه إلى علي بن أبي طالب، فقال علي: اضطهدتموه حتى جعلها طالقا فردها عليه. قاله علي، قال: حتى جعلها طالقا فردها عليه. هذا إسناده منقطع، أخرجه ابن حزم في المحلى، والحسن لم يسمع من علي. وأجيب عن هذا الخبر بأن علي رضي الله عنه لو صح يعني، إنما أنكر عليهم اضطهادهم للرجل حتى حلف بالطلاق، وليس فيه أنه أوقع الطلاق. هو بيقول لهم: أنتوا اضطهدتموه حتى جعلها طالقا، هو وصفها بالنهاية تبقى طالق. نعم. خمسة، ما يروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل يمين وإن عظمت ففيها الكفارة إلا العتق والطلاق. قالوا: هذا لو صح، قالوا: هذا دليل على وقوع الطلاق المعلق على شرط مطلقا،
لأن عائشة بتقول كل يمين وإن عظمت ففيها الكفارة، كل حاجة فيها كفارة إلا حاجتين ما فهمش كفارة، العتق والطلاق ما فيهاش كفارة، طلاق على طول. وهذا الخبر أيضا لا يثبت، هذا الخبر لا يثبت، ولو صح فلا تعلق له بوقوع الطلاق أو عدمه، إنما هو في الكفارة إذا حنث الإنسان. فهذا مجمل يعني كلام الجمهور في القول أو الاستدلال على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع الشرط مطلقا، يقع بوقوع الشرط مطلقا. أما القول الثاني قالوا أن الطلاق لا يقع، إن كان لا يقصد طبعا الطلاق، هو ده اللي في الخلاف احنا معاه، لا يقصد الطلاق، وقال لها ذلك يريد الحظ أو المنع، يريد الحظ أو المنع، بمعنى أنه علقوا على فعل الزوجة، انتبهوا احنا تكلمنا في ثلاث أحوال، علقوا على فعل الزوجة، وده اللي عليه الكلام حاليا دلوقتي، إن علقوا على فعل الزوجة كأن يقول لا إن خرجت فأنت طالق، إن دخل فلان عندنا وهو يدري أنها لها قدرة على المنع والفعل والطرق ونحو ذلك، المهم علقوا بفعلها هي، إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق، علقه على فعلها هي. هي دي المسألة اللي عليها الخلاف التي بين أيدينا، الجمهور على وقوع الطلاق إذا وقع الشرط، إذا خرجت يقع الطلاق، إذا دخل الفلان يقع، إذا آسف إذا ذهبت إلى المشوار الفلاني يقع الطلاق، علقه على فعلها هي. القول الثاني قالوا لا، لا يقع الطلاق لأنه لا يريد أصلا الطلاق ولا ينوي، بل يكره، وهو ينوي نية أخرى وهي أنه يريد تهديدها وحضها على المنع أو الترك أو نحو ذلك، فقالوا الطلاق لا يقع. وهذا قول عكرمة وطاووس وابن حزم، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه إلى أبي حنيفة، يعني شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية نسبه إلى الإمام أبي حنيفة، وطائفة من أصحاب الشافعي، وعليه تلميذه ابن القيم، واحتجوا بما يلي: واحد، قالوا قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقوله سبحانه وتعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فقال ابن تيمية والحلف بالطلاق من أيمان المسلمين المكفرة، هو داخل في جملة الأيمان بالآية، بل الجمهور متفقين على أنه الحلف بالطلاق يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين، وهذا نوع من الحلف بالطلاق، لأنه يقول لها علي الطلاق إذا خرجت، يعني أنا سأطلقك إذا خرجت، أنا علي الطلاق إذا فعلت ونحو ذلك. قالوا وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فإنه هو لما قال لها إذا خرجت فأنت طالق أو علي الطلاق إذا خرجت، فهذا يجري مجرى اليمين، هذا يجري مجرى اليمين وعليه، فإذا خرجت كفر كفارة يمين بشرط أن ألا يكون قاصدا الطلاق، ألا يكون قاصدا الطلاق، أما لو قصد الطلاق فبالاتفاق يقع طلاقا، أما لو قصد غير الطلاق تهديدها منعها وحثها نحو ذلك، هذا الذي عليه الخلاف، والراجح أنه لا يقع طلاقا إنما يقع يمينا. قالوا أيضا أن هذا قول سبعة من الصحابة بعدم وقوع الحلف بالعتق، عدم وقوع الحلف بالعتق، لو قال علي العتق إذا خرجت، علي العتق إذا خرجت مثلا، إن يعتق يسنا يعني موالي أو نحو ذلك. قال وهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زينب بنت أبي سلمة، على ما ذكر ابن تيمية، فكذا الطلاق بالقياس الصحيح. يعني مما يعني يبين هذا الكلام، هذا الخبر،
الذي أخرجه عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح. قال صح عن بكر بن عبد الله المزني، قال أخبرني أبو رافع، قال قصة طويلة شوية دي فيها شاهد على ذلك، قال قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية. شوفوا كل الحلفنات دي، قالت كل مملوك لها حر، كل عبد عندي يبقى حر وكل مال عندي يبقى هدي، يعني هدي لله، وهي يهودية وابقى يهودية ونصرانية، يعني قالت ذلك يعني. إن لم تطلق زوجتك، تقول لأبي رافع كل مملوك لي حر وكل مال لي هدي وكل وأنا يهودي وأتصير يهودي يعني ونصراني، إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال فأتيت زينب ابنة أم سلم، وهو مش عايز يطلق زوجتها. قال فأتيت زينب ابنة أم سلم، وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب. قال فجاءت معي إليها فقالت أفي البيت هاروت وماروت؟ فقالت يا زينب، يعني بتنكر عليها ما قالت يعني، فقالت يا زينب جعلني الله فداك، إنها قالت، يعني بتقول عن نفسها، يعني أنا قلت يعني كل مملوك لها حر وهي يهودية ونصرانية. فقالت يهودية ونصرانية؟ زينب تقول لها ذلك يعني، خلي بين الرجل وامرأته، خلي بين الرجل وامرأته، يعني دعيك من هذا وترك الرجل وامرأته. يعني الشاهد ماذا؟ إن لو كان ده يقع طلاقا لقالت لها عند ذلك، آسف، لو كان آسف يقع عتقا لقالت لها بس خلاص كده، لو هو ما فرقش بينه وبين زوجته يبقى أنت كده العبيد بتوعك دول كلهم يعتقوا ومالك كله يبقى هادي ونحو ذلك. لكن ما قالت لها ذلك، قالت خلي بين الرجل وامرأته. فكأنها أبت، يعني ليلى بنت ليلة ابنة العجماء هذه أبت، رفضت يعني. قال فأتيت عبد الله بن عمر، أبو رافع يعني بيدور على الصحابة، فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها، فلما سلم عرفت صوته فقالت بأبي أنت وبآباء أبوك. فقال أي ابن عمر أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين حفصة. أنا آسف، أنا فاتني جزء من الحديث. قال فأتيت حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو رافع فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها فقالت يا أم المؤمنين جعلني الله فداك، إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية. قال فقالت حفصة يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته. فكأنها أبت. قال فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها، فلما سلم عرفت صوته فقالت بأبي أنت وآباء أبوك. فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين، يعني حفصة، فلم تقبلي منهما؟ قالت يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك، إنها قالت، يعني على نفسها، يعني أنا قلت يعني كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية. قال يهودية ونصرانية؟ كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. هذا هو الشاهد، كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. فالشاهد أنها لما قالت كل مملوك لها حر لم يفرق بين أبي رافع وامرأته، أفتاها ولم يفرق يعني بين أبي رافع وامرأته، وأبو رافع ظل ممسك على امرأته ما نفس لهاش اللي قالت عليه، أفتاها الصحابة بأن عليها كفارة يمين، مش هيلزمها إن هي في هذه الحال تعتق هذه الرقاب.
إنما عليها كفارة يمين، ولم يوجبوا عليها عتقا. فإذا أفتوا في الحلف بالعتق الذي هو أحب إلى الله تعالى من الطلاق الذي هو من أبغض الحلال إلى الله، فإنه لا يلزم الحالف بالطلاق إلا كفارة يمين، إلا كفارة يمين. ولذلك قالوا بأن الحالف بالطلاق مع عدم قصد الطلاق فإنه لا يقع طلاقه. قالوا أيضا أن الملتزم لأمر عند الشرط إنما يلزمه بشرطين، أحدهما أن يكون الملتزم قربة، إن الملتزم بيكون قربة إلى الله، والطلاق مش قربة. والثاني أن يكون قصده التقرب إلى الله به لا الحلف به. فلو التزم ما ليس بقربة كالتطليق والبيع والإجارة لم يلزم، بل تجزئ كفارة يمين. وهنا الحالف بالطلاق هو أو الحلف حلف بالطلاق هو التزام وقوعه على وجه اليمين، وهو يكره وقوعه إذا وجد الشرط كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به، وهذا الأخير لا يلزمه بالاتفاق لأنه لم يقصد وقوعه عند الشرط بل قصد الحلف به. هذا مجمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعليه فالراجح في هذه المسألة أنه ابتداء ليس في هذه المسألة نص صريح من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من يعني قال لامرأته إن خرجت مثلا فأنت طالق، ولا ينوي الطلاق وإنما هو يكره الطلاق ولكن يريد أن يمنعها عن هذا الفعل، وليس فيها إجماع ثابت. والذي يظهر أن الأقرب إلى روح الشريعة ومقاصدها ألا يقع الحلف بالطلاق، يعني الطلاق المعلق على شرط، إذا كان الحالف لا يقصد به إلا التهديد أو الحض أو المنع من فعل، وهذا معمول به حتى في المحاكم المصرية الحمد لله، يعني فقد تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 ما نصه لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير، حض أو المنع يعني. وعليه فهذا النوع من الطلاق وهو الطلاق المعلق على شرط، لا سيما الذي قرنه بفعل المرأة إذا كان لا يقصد ولا ينوي به الطلاق وإنما يريد الحض أو المنع أو نحو ذلك فإنه لا يقع طلاقا. وهذا قال به يعني طائفة من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الأرجح بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يسلم بيوت المسلمين وأن يحفظها، وأن يحفظ نساء المسلمين ورجال المسلمين وشباب وفتيات المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.